السيد رئيس مجلس الوزراء يقاتل بمعركتين، معركة داخلية ومعركة خارجية. إن أراد له النجاح عليه أن يستقل وينجح بمعركته الداخلية ويحرر نفسه من السيطرة والتدخلات التي تطال حكومته بين الحين والآخر من قبل الشركاء والأحزاب السياسية. وهذا أمر مهم، عندما لم يتم النجاح في داخل البلد أكيد سيؤثر على النجاحات الأخرى خارج البلد. نعم الرجل اليوم عازم على النجاح ونتمنى منه ذلك إن شاء الله. طيب أستاذ الغضبان، يعني برأيك ما الاستراتيجية التي سيعمل بها السوداني في القريب العاجل؟ وأيضا لماذا قال أنه لا سلاح بعد اليوم خارج سيطرة الدولة؟ ضمن الورقة الوزارية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء قبل تسليمه المنصب، والمفروض وافق عليها الجميع، الجميع أقصد القوى المشاركة معه في الحكومة ولا سيما الإطار التنسيقي، وسرعان ما شعر رئيس مجلس الوزراء أن هنالك بعض الأطراف تحاول أن تضع العصا بالدولاب لتقييد حركته وحركة حكومته. واليوم الرجل يحاول أن يتخلص من تلك المضايقات والتدخلات. وأما موضوع أنه حصر السلاح بيد الدولة فهو هذا طبعا مطلب جماهيري ومن ضمن بنود البرنامج الحكومي الذي قام بتقديمه، وعلى أثره تم تسليمه منصب رئيس مجلس الوزراء.